مرحبا وياكم احمد من قناة البستان العربي. طبعا اليوم عندنا فيديو جديد عن صنف من اصناف التين العالمية. طبعا هذا الصنف ايطالي، مو هذا المخطط. اليوم عندنا تين غامق ناضج اللي هو روزالينو. طبعا هنا عندنا فاكهتين، خلي عليهم الاكياس نشيلهم ونشوف طعمهم، خليهم على الميزان. هذه بيها رحيق بالعين، لونه تقريبا زهري، وهذا شكل الورق. ناخذ الورق معه، هذا شكل الورق هنا. هذا التين من ايطاليا، من مدينة توسكاني، مدينة ايطالية. يكون لونه تقريبا غامق احمر على احيانا اخضر، يعني بيه خضار بيه حمار بيه لون ارجواني، يكون لذيذ. السنة الماضية انتج عندي بس ما اعتقد سويت فيديو، فان شاء الله افتح هذولا ونخليهم على الميزان نكمل الفيديو. شوف شكل التينة، جدا شكلها حلو، لونها حمار، لونها يعني مخطط احمر، مكان بعيد يعني باسود اخضر، الرحيق بالعين زهري. شوفهم على الميزان ايش قد وزنهم، احتمال بين 20 يعني الى 24 25 18. بس تينا مثل كيس المربى، 15 نقص هذه. طبعا لان القشرة جلدية وجدا مرنة ما راح اقدر اقصها بيد واحدة، فاقصهم وارجع لكم. انا عجبني اكل هذه اللي بيها رحيق نازل من العين. طبعا سبحان الله، عبالك تشيكليت او حلقوم، عندنا حلقوم بالعراق احمر، ما اعرف ليش يسووه احمر بس اتذكره. نشوف طعمها، بسم الله. طعمها جدا لذيذ، بيها طعم رازبيري، بيها طعم توت العليق الاحمر. سبحان الله، القشرة جلدية بس بيها قرمشة بذور منعشة، يعني قرمشة بذور كثيرة. هذا النصف الاخر من التينة الثانية، شوفوا اذا نفس الطعم. جدا لذيذ، منعش، يعني مثل الجيلاتين بحلقك، مثل الجلي، تين لذيذ. يعني هذا الصنف بصراحة اني اعتقد سويت من عنده 4 اشجار، 2 طعمتهم على اصول عندي ووحدة جذرتها، لانه سمعت عنه كثير اشياء زينة، فان شاء الله يعني احتفظ به لانه جدا لذيذ. احاول ازرع الشجرة المجذرة، ازرعها بالارض واشوف انتاجها هنا عندنا بالمناطق الباردة اذا ينتج كثير بعد ما يموت الارض بالشتاء. بس الاصناف المطعمة احتفظ بهم بالاساس. طبعا اذا حبيت تشوف فيديوهات اكثر اشترك بالقناة، ان شاء الله عندي بعض اصناف التين انزل عنهم فيديوهات كل ما ينضج الصنف. ولا تنسى تفعيل زر الاشعارات حتى من انزل فيديو يجيك اشعار، و ادعم القناة، اضغط زر الاعجاب، شاركها مع اصدقائك، وعندي رابط امازون اسفل الفيديو. طبعا الضغط على الرابط ياخذك للامازون، تقدر تشتري اي منتوج من هناك، مقابل اني احصل عمولة بسيطة من البائعين تساعدني بنشر فيديوهات اكثر عن اصناف تين اكثر واصناف فواكه اكثر، ونفيدكم بالمعلومات. كان معكم أخوكم أحمد، شكرا للمشاهدة.